نعم، يقول الشيخ: وهو الباقي على خلقته، أي أن الأصل في المياه الطهورة هو الباقي على خلقته. والدليل على أن الباقي على خلقته طهور هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا لفظ الإمام أحمد، وفي البلوغ أن هذا لفظ ابن أبي شيبة، وهو في المسند أيضا بهذا اللفظ. الماء الطهور يتميز عن سائر الأنواع الاثنين الباقيين بأنه وحده هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. إذن الماء الطهور على المذهب هو وحده الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. الحدث نوعان: حدث أصغر وحدث أكبر، والخبث هو النجاسة. والخبث هو النجاسة. إذن عرفنا الطهور هو ماذا؟ هو فائدته وحكمه هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. أما الطاهر والنجس فإنهما لا يرفعان حدثا ولا يزيلان خبثا حكما طبعا، لأن كلها متعلقة بالحكم.